هم اكيد مشرفين المكان كامل ما يحتاج. الله يطول عمرك. استاذ عبد العزيز، يمكن اول سؤال نسالك دام معنا النجم مهند، متى تاسست اكاديميه نادي الرياض لكره القدم؟ طبعا هي فكره طويله شوي ولا ابغى اطول عليكم، هي ناتجه عن فكر اداري من تنموي للاستثمار للمدى الطويل مع رئيس النادي الاستاذ بندر المقيل والرئيس التنفيذي الاستاذ يوسف الحميد، فكانوا حريصين تمام الحرص على الاهداف المستقبليه وليس الاهداف البسيطه او القصيره المدى. كانوا جلسوا معي كذا جلسه للاهداف، يسمعون وش الناتج اللي بنوصل له ان شاء الله في المستقبل، او وش الاهداف اللي نبغى نحققها في الاكاديميه. فعرضنا لهم الاهداف وإلين اقتنعوا بالفكره كامله وايدوها، وبالعكس واي نجاح كان في الاكاديميه فالشخصين هذول كانوا وراء الدعم هذا والنجاح هذا. والله نعم، ونمسي عليهم بالخير عبر هذا المنبر، ويستاهلون هذا الثناء منك صراحه. وبيض الله وجيههم على هالمبادره، يعني اللي ما هي مستغربه عليهم، واخواننا اللي متلازمه الداون يستاهلون مننا الاشياء الكثير. فمتى تأسست انت؟ ما بلغت. تأسست في 1/8 تقريبا 2021. 2021 لها كانت البدايه تقريبا سنه اي كملت سنة. بعدها انطلقنا لافتتاح مدارس بالتعاون مع مدارس التربيه النموذجيه، وافتتحنا اكاديميه. كان الهدف ان ننشر اكاديميات نادي الرياض على مستوى المملكه، لان اهدافنا كانت كثيره وطويله ومهب على هدف معين ولا هدف قصير، فمو بس هدف بعد كرة القدم، جميع الألعاب المختلفة. في أحد النجاحات اللي حققناها أعطينا فكرة اللي هي فكرة أكاديمية متلازمة داون، وكان التأييد من الأستاذ بندر أبو فيصل رئيس النادي، وأيد وأكد وقال بالعكس ابدأ من اليوم. فسعينا إلين بحثنا عن الكوادر. طبعا الكوادر التدريبية المتخصصة في متلازمة داون نوادر جدا، يعني بحثنا وإلين حتى وجدنا المتميزين، اللهم لك الحمد، بعد 3 شهور من قبل تأسيس. بعدها سوينا زي الاتفاقية البسيطة مع سبيشال أولمبيك بالتعاون معهم بدعمهم بأخذ بعض آرائهم ومقترحاتهم لنجاح متلازمة داون، لأن كرة القدم أنا جاني أكثر عتب وأكثر عقبات اللي وصلتنا أنه متلازمة داون لن يكونوا لاعبين، فنحن أمام التحدي هذا، والحمد لله حققنا بعض النتائج، وبالعكس اللي عتبونا صفقونا بهذا النجاح. والله شوف يا أستاذ عبد العزيز، من النجاحات يعني وجود اليوم مهند ما شاء الله، نبيك تتكلم عن مهند، يعني من النجاحات اللي موجودة يعني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا هلا، هذا عبد الرحمن. يا هلا عبد الرحمن، يلا حيه. وين اللي اعطيتك اياه قبل شوي؟ هذه كيف الحال؟ يلا حيه.